طب الله أوقاتكم. طيب كعادة المصريين لما احنا شايف حاجة غريبة جدا، عربيات مطافي وبتاع، عشان في عربية طالع منها دخان، ربنا يستر مفيش حاجة تنفجر طبعا. ايه كل الناس مستخبيين، سمعت المصريين هاي يا ريو، المصريين بس اللي يلاقوا قنبلة يتلموا عليها، ربنا يستر. Excuse me, sir. This your car? This your no, car? No, no, no. Is that your car? No, what's this? What's this gas? You can't tell me what's this? Hello? الناس دي كلها مش لابسه كريمات، دي حاجه غريبه برضه، المفروض ان هم جايين يطفوا حاجه و... انا تعبت من الريحة، هو في ريحة بس مش عارفين ده ايه. I don't know, ask him. هي اكيد مش حاجة خطيرة، بس هي حاجة غريبة، لان يعني بص هم عاملين كده، الفرنس تعدي، هم مش 50 كيلومتر. طب يا جماعة أنا حرصا على سلامتكم الشخصية، هضطر أبعد عن المكان، أنا مش عايز أي حاجة تحصل في المكان، بس هما يعني حالة استرخاء كده واقفين عادي يعني، ولا في دماغهم مش بيردوا. فين صاحب العربية يعني؟ كلنا ما شاء الله بتاعتنا على اليوتيوب مثلا، على فكره مستغربين جدا ان انا واقف بصور يعني، مش متعودين يعني، المفروض الناس بتجري في حاجه زي كده. ماشي، يا ريت كلنا ما شاء الله بتاعتنا على اليوتيوب خالص من هنا، عشان اوصل لكم كل جديد وغريب وظريف ولطيف في العالم. هم شكلهم هيمشوا كده، بقول لك انا استنى 5 دقايق بس، انا فاهم الفيشه بتاع الزيت ده جاي. عايز اقول لكم في طلعت عربيتين المطاف دول الدولة اتكلفت بتاع اقل حاجة 5000 دولار. شوف بقى تراك بقى وبنزين وساعات العمال دي واكل العمال واكل الناس وكفة يعني. ماشي، يا ريت كلها ما تبقاش كده، خد بالك عشان تفرق في المكان، عشان اوصل لكم كل الظريف هو مش عادي ولا في اي حاجة. ماشي.